مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين في مصر وفي كل الأمة العربية. غدا أول شهر رمضان الكريم، يا رب يعود علينا جميعا بالصحة والستر والسعادة، والبلد دي بقى حالها دايما أحسن. كل سنة وانتم طيبين. حلقة خاصة جدا من هنا العاصمة، مسلسلات رمضان وشفات رمضان أيضا. النجمة يسرى ومسلسل فوق مستوى الشبهات، يسرى تكون معانا بعد شوية، والنجمة هالة صدقي نجمة مسلسل ونوس بطولة يحيى الفخراني ونبيل الحلفاوي. هالة صدقي، النجمة هالة صدقي عاملة دور مميز جدا زي دورها السنة اللي فاتت في حارة اليهود. هيكون معانا أيضا مع هالة حنان مطوع، وهي أيضا من نجوم مسلسل ونوس، ونجوم سقوط حر مسلسل نيلي كريم الجديد، أحمد وفيق وإنجل مقدم، والكاتبة المميزة جدا مريم نعوم، وايضا شيفات سي بي سي سفرة هيكونوا معانا يكلمونا بقى على الفطار والسحور وازاي ما نتخنش، الشيف شربيني، وهنكلم مفيده شيح عشان نعرف هيشغبوا بعض ازاي، ونجلاء الشرشابي واميره شنب. كل دول هيكونوا معانا بعد قليل، حلقه من دلوقتي للساعه 12 وتبدا في 12 مساء. كل مسلسلاتنا في سي بي سي نبتدي نعرض 12 بالليل، احلى المسلسلات على سي بي سي وسي بي سي دراما. امبارح كان معانا عمرو يوسف ومسلسله المتميز جدا جراند اوتيل، وانا اتوقع ايضا مسلسلنا الحصري يحيى الفخراني، الاستاذ يحيى الفخراني، الدكتور يحيى الفخراني، اللي دايما بيقدم يعني دراما محترمه ومميزه في سي بي سي. بنختار لكم اهم الاشياء، اكتر المسلسلات احتراما، اكتر المسلسلات اللي نحب انها تدخل البيوت بشكل محترم. سريعا عندنا اخبار، فقره اخبار قصيره جدا وسريعه، نبداها بخبر معرفش هتعتبروه حلو ولا وحش. احنا الساعة 10 او كمان ساعة هنبقى 91 مليون مواطن مصري في الداخل. دي الساعة السكانية، تعداد السكان اهو دلوقتي 90 99 9 8 1 6. يعني احنا يا جماعة الساعة 10 هنكون ما شاء الله علينا، ما شاء الله كده 91 مليون مواطن. تحس ان احنا، عارف اهم حاجة ايه؟ ان احنا بنكتر. اهم حاجة ان احنا ما شاء الله يعني الخصوبة في مصر مرتفعة جدا. لا بقى في سياسة سكانية، وانسى بقى موضوع النمو السكاني والكلام ده كله. انا بحاول اكون ايه، لطيفة، عشان ايه احنا في رمضان، فمش عايزة اي مشاكل ولا اي ازعاج. فاحنا الحقيقة يعني سياسة سكانية ناجحة جدا، لدرجة اننا زدنا مليون نسمة في 6 أشهر. يعني احنا في مصر ايه، معدل النمو بيرجع ورا، معدل البطاله بيزيد، الحاجه يعني الحاجات الوحشه ايه اللي عماله تزيد. فيعني عدد السكان ما شاء الله ما شاء الله، على اساس ان دي دوله غنيه فبنزيد. يا جماعه فين السياسه السكانيه؟ بدون سياسه سكانيه حقيقيه هذا المعدل من النمو السكاني هيلتهم اي معدلات تنميه. والله لو عملنا معدل تنميه 8% زي الصين، مش هنقدر، مش هنقدر بدون سياسة سكانية حاسمة وتكون سياسة دقيقة وسياسة شاملة، مش هنقدر. وعلى فكرة احنا في الإعلام لوحدينا مش هنقدر، لابد من سياسة سكانية متكاملة. فالساعة 10 هنحتفل معاكم بالبيبي رقم 91 مليون في مصر. النهاردة كان عندنا، يعني عايز اسميها حاجة مشكلة، لا كان عندنا فضيحة، فضيحة في وزارة التربية والتعليم. عندنا حوالي 500,000 طالب في الثانوية العامة راحوا عشان يمتحنوا العربي والدين. امتحنوا العربي بعد تلت ساعة كان الامتحان متسرب. وبعد شوية الولاد هم قاعدين لسه هيدخلوا امتحان الدين، أو قعدوا في اللجان عشان يمتحنوا الدين، إذا بهم بيخش المراقب ويقول لهم أصل الوزارة لغت الامتحان. ليه الوزارة لغت الامتحان؟ لأنه الحقيقة الوزارة ما قدرتش إنها تقف قدام الغش، ما قدرتش. وطبعا في قانون بيحبس سنتين أو 3 سنين وغرامات باهظة، القانون ما نفعش. في عقوبات، العقوبات ما نفعتش، فيش حاجة نفعت، الغش هو اللي كسب. ببساطة
ليه؟ دي أول دي فضيحة، يعني لازم ندرك أنها فضيحة من العيار الثقيل، إنه الوزارة تقرر أولاً إنها يتسرب الامتحان بالشكل ده، اتنين إنه يتلغي الامتحان ويتأجل يوم 29 يونيو. الحقيقة الأصل في هذه القضية إن إحنا لو عملنا مليون مشروع تنموي، ولو رفعنا معدلات النمو، ولو عملنا كل حاجة بدون أن نصلح نظام التعليم في مصر، بدون أن يكون هذا هو مشروعنا القومي، مش هنعرف نتقدم قيد أنملة. هنعمل الطرق والناس هتبوظها، هنجيب الجرارات ونستوردها بالدولارات بملايين الدولارات والناس هتنط عليها تبوظها وتخربها. هيكون عندنا نظام قضائي لكن مش هيكون عندنا كفاءة في النظام القضائي، هيكون عندنا أطباء بس مش هيكون عندنا أطباء أكفاء، هيكون عندنا محامين بس مش هيكونوا أكفاء، هيكون عندنا محاسبين بس مش هيكونوا كويسين. بدون إصلاح نظام التعليم نحن لن نستطيع أن نتحرك بهذا المجتمع قيد أنملة. احنا مش هنقدر نجري ورا الغش، لان الغش ده اخلاق. ما انت التعليم بيعلمك الاخلاق، التعليم بيعلمك ان الغش ده ما ينفعش، وان الاصل في الامور هي الكفاءة، والاصل في الامور هي العدالة، والاصل في الامور هو ان انت تذاكر. لكن الطالب يعمل ايه؟ الطالب اللي ذاكر طول السنة ويفاجأ بان هو يعني واحد تاني زميله عنده الامتحان متسرب له، الامتحانات بقت بتسرب ب 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه و400 جنيه و700 جنيه. هل ده معقول؟ هل احنا دولة يعني ناويين نتقدم باخلاقيات بهذا الشكل؟ والحقيقة ان الغش ده مش مسؤولية وزارة التعليم بس، ده مسؤولية وزارة التعليم ومسؤولية الاهالي ومسؤولية الطلبة ومسؤولية المجتمع كله. فلو لم نغير هذا المجتمع، لو ما غيرناش نظام التعليم الى نظام تعليم اكثر كفاءة، مش هنعرف. مين معانا؟ طيب معايا اتصالات هاتفية. الاستاذ عماد الدين، مساء الخير يا استاذ عماد. حضرتك يا فندم، اهلا بيك، اتفضل. مشكلة النهاردة الصبح قبل يعني بعد لجنة العربي عرفنا ان انت طالب يا عماد، انت طالب ولا والد ولا ايه بالظبط؟ لا انا طالب في مدرسه مصطفى كامل. ايوه اتفضل. اندري اتفاجئنا كلنا يعني ان الامتحان العربي كان متسرب قبلها، فبالنسبه لواحد يعني كان مذاكر من اول السنه اكيد كده هو ما جابش حتى مجموع اللي كان غاشش، لان للاسف كل الناس كانت داخله ومعاها الاجابات النموذجيه، واللي كان داخل ومعاه كل انواع الغش، فكل حاجه اتساوت يعني ما يعرفش اي حاجه يعني. ده في العربي ولا في الدين يا عماد؟ العربي والدين اتلغى، انت حضرتك عارفه ان هو اتسرب النهارده كذا مره فاتلغى. طب وانت رايك ايه في ان الامتحان اتلغى؟ انا شايف يعني انها افاره، يعني الدين كده كده مش في المجموع حتى ولو، بس هم المفروض اللي يلغوه بجد هو العربي، ان هو اتسرب قبل الامتحان بكذا ساعه، فده في المجموع ده 80 درجه من 410، وانا واحد علمي علوم فحرام ان انا يحصل معايا. انت احساسك ايه؟ ان انت ذاكرت طول السنه ودفعت دروس خصوصيه وانتهى الامر بانه في ناس تانية بتغش؟ للاسف ايوه، وانا في عرض نص درجه حتى، ان انا علمي علوم اقل حاجه 97%، فكده ظلم جدا يعني. شكرا يا عماد. ام مصطفى اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بيك. انا عايزه اقول لحضرتك، انا ولي امر، اوكي، ابني النهارده دخل الامتحان الثانويه العامه، ماشي. مش عايزه اقول لحضرتك طبعا، مش عايزه اوصف لك، هو طول الليل صاحي من القلق اللي هو فيه طبعا، تمام. يخش الامتحان ماشي اوكي، كلام جميل، الساعه 9:30 وفاجئ ان الامتحان اتسرب، امتحان العربي وامتحان الدين، ماشي اوكي ماشي. هو ما هماش عارفين ان احنا قاعدين 10 شهور حاطين ايدينا على قلبنا واعصابنا مشدوده واولادنا مشدودين بسبب الامتحان اللي احنا ما احناش عارفين اذا كان جاي كويس ولا وحش ولا طويل ولا قصير، ماشي. مش عايزه اقول لحضرتك الامتحانات طويله طويله طويله، ليه ليه الاسئله دي كلها، تمام. وبعدين راعي الطالب شويه، راعيه. ما يصحش ابدا ان يعمل لي اني اقعد انا 10 شهور دروس ونازل وطالع ورايح وجاي. هو في ايه؟ هو انا شاريه ابني؟ انا مش شارياه ومش لاقياه. انا عايزه ابني، انا عايزه ابني حضرتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو ما فيش رقابه الامتحان ده اتسرب ازاي؟ لو سمحتي انا عايزه حد يرد عليا، الامتحان ده اتسرب ازاي؟
ازاي؟ لان احنا عارفين سؤال إن طبعا مهم، وده سؤال هيبقى سؤال الموسم. هي دي فزوره رمضان يا جماعه، الامتحان اتسرب ازاي؟ الوزاره هتقول لك ماليش دعوه. ولو سمحت من فضلك حد يرد عليا رد مقنع. مش اي سياده الوزير شربيني، هلال الشربيني الوحيد اللي ممكن يرد علينا رد مقنع. شكرا يا ام مصطفى. سماح اتفضلي يا سماح. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيكي، اتفضلي. الحقيقه استاذه لميس انا بهي حضرتك على المقدمه اللي حضرتك قلتيها، حقيقه مقدمه يعني هايله جدا. والحقيقه هو ده الواقع، ان احنا مهما هنحاول نطور في البلد التعليم اولا، ده حاجه ما فيهاش جدال. بالنسبه للمهزله اللي حصلت النهارده، انا بس عايزه اعرف حاجه، يعني دلوقتي كل سنه الامتحانات دي بتتسرب وبنشيلها للطلبه وبنقول الطلاب هم اللي بيصوروا الامتحان من اللجان. ده دلوقتي بقى بيفتشوا العيال، يعني بيفتشوهم وبيعملوا مش عارف تفتيش الكتروني، العصاية الإلكترونية. يعني هو احنا كمان تخطينا كمان المرحلة دي وتميزنا بصراحة جدا، ودلوقتي بقى اللي اتسرب هو نموذج الإجابة الخاص بوزارة التربية والتعليم. ده متسرب من جوه الوزارة، يعني كون الوزارة تلغي الامتحان ده اعتراف واضح وضمني ان الامتحان اتسرب من جوه الوزارة، يعني شيء بسيط يعني. شكرا يا سماح. سيف اتفضل يا سيف. مساء الخير يا مدام. مساء النور يا سيف اتفضل. انا حضرتك طيبة. وانت طيب اتفضل. ترى ببساطة كل اللي حدث ان احنا كنا قاعدين في اللجنة ومصرخين نعمل امتحان الدين، وزعوا علينا ورق الاجابة، وفجأة بعد ما مالينا كل البيانات دخل رئيس اللجنة، فوجئت ان هو دخل وقال كل الورق اتلم تاني لان الامتحان اتأجل يوم 29/6 لانه اتسرب. بصراحة ان دل الموضوع ده على اي شيء فيدل على ان التنظيم سيء والمنظومة فاشلة. يعني انا مش عارف ليه ما فيش مراقبه. انت حاسس انها منظومه فاشله، منظومه انت وانت في ثانويه عامه حاسس ان دي منظومه تعليميه فاشله. المنظومه فاشله يعني بشكل غير عادي، لانها يعني امتى هنوقف كل المهزله اللي في الطرف؟ مش بس التسريب، الصم والحفظ. انتوا قاعدين، انا عارفه لانه طول النهار قاعدين نصم ونحفظ ونصم ونحفظ ونقول، يعني شيء غريب جدا. يعني ده ترتب عليها فشل وكوارث في كل القطاعات، ليه ما فيش مراقبه؟ ونفترض ان حصل تسريب، ليه ما يبقاش في بلان بي، خطه بديله اخش بيها؟ مهزله بصراحه في كل المقاييس. وليه اشوف موبايلات ولاعيب كره بيتصور سيلفي وبيتكلم في التليفون؟ ليه اشوف كل الكلام ده؟ وليه استنى اليوم 29/6؟ الناس بتتصور سيلفي يا سيف جوه اللجان، مش كده؟ بالظبط كده، ايوه. ما كانش في اللجنه بتاعتي بس شفتها على موقع. بصراحه اللجنه عندي كان فيها انضباط الى حد ما، وركزي على الى حد ما، لان بصراحة موضوع يعني مهزلة بكل المقاييس. ولو احنا مش عارفين بصراحة ندير المنظومة دي، نتعلم نشوف الامريكان ازاي بيعملوا امتحانات الاس اي تي في العالم كله. لا ده اكيد عارف ان امتحانات الاس ان مصر الاولى في الغش، وبالتالي امتحانات الاس اي تي في مصر قل عددها، اللي هي الامتحانات الدبلومة الامريكية قل عددها، لانهم اكتشفوا ان في مصر كمان بيغشوا الامتحانات الامريكية. فيعني مفيش احلى من كده، احنا الاول في الغش. يا بشكرك يا سيف، ميرسي. عبد الفتاح. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذه؟ كل سنه وانت طيب يا فندم. وانت بالصحه والسلامه. احنا عندنا واقعه ظريفه قوي. امتداد بقى للمسلسل التسريب، سيبينا بقى من التسريب اللي تم ده، لا داخل اللجنه بقى. نفاجئ ان عندنا موظف في الاداره التعليميه اتعمل له جواب من الاداره عشان يدخل لجنه الامتحان بصفه رسميه، ويجيب كرسي ويقعد جنب بنته اللي بتمتحن في اللجنه ويبتدي يساعدها. ايه الحلاوه دي؟ بلاش اقول بيغششها. ايه الحلاوه دي؟ الحلاوه دي ايوه اقل شيء يتقال. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ ما انا عشان داخله على رمضان، عارف، مش عايزه بقى ايه، عايزه اكون هاديه كده. ايه الحلاوه دي يا عبد الفتاح؟ يا فندم انا ولي طب يا ريت والنبي تديني الاسم يا عبد الفتاح لو سمحت، يعني هناخد الاسم ده من الكنترول واسم اللجنه واسم المحافظه والكلام ده. محافظه ايه يا عبد الفتاح؟ محافظة الدهلية يا فندم، مركز مبروك. وهتديني الاسم بقى كده في الكنترول عشان نشوف سيادة الوزير هلالي الشربيني، شربيني الهلالي الشربيني، ايه النظام يعني؟ نحاول نشتكيه. طيب شكرا. يعني النهارده دي حلقة مسلسلات ورمضان كريم وكده، لكن لكل الأسر، نص مليون أسرة وأكثر من نص مليون أسرة قاعدة على أعصابها بقالها سنتين، مش سنة واحدة، سنتين. أنا الحقيقة قلبي معاكم، لأنه الوضع ده، هذه مهزلة تعليمية فاشلة، المنظومة كلها فاشلة، المنظومة اللي بتقوم على إنه امتحان واحد هو اللي يحدد حياتك، ده منظومة فاشلة.
ده ما فيش حاجه كده. الصم والدروس الخصوصيه اللي بيصرف عليها الاهالي مليارات، الارقام بتقول ان احنا بنصرف 20 مليار على الدروس الخصوصيه اللي ما بيتاخدش عليها ضرائب. دي منظومه فاشله. من 5 سنين بدأت قصة التسريب، بقالنا 5 سنين مش عارفين نوقف التسريب. وعلى فكرة مش هنعرف نوقفه، ليه؟ لأن الحرامي دايما أشطر، ولأن الغشاش دايما أشطر. حلنا الوحيد إيه؟ أن نبدأ في إصلاح التعليم الآن. والله لو بنينا 1,000,000 طريق، وعملنا 1,000,000 عمارة، وسكننا الناس، وأكلناهم، وعملنا كل شيء عظيم، بدون إصلاح منظومة التعليم هذا البلد لن يتقدم قيد أنملة. وإليكم الأرقام بتاعة السكان، لأنه في ترابط ضمني بين زيادة السكان وبين المنظومة التعليمية، ترابط ضمني، علاقة، مد الخط على استقامته. هو ده، هادي الرقم اهو، 90999769. 19 إن شاء الله أبارك لكم إن إحنا بقينا 91 مليون في الداخل، و8 بره، وعد على ايديك بقى، فاحنا نبقى كده ايه ان شاء الله يعني 100 مليون كده، ربنا يزيد ويبارك. فاصل بقى ونخرج من الاخبار السخيفه، والحمد لله ان احنا واخدين اجازه وهنشتغل بس يوم الاحد والاثنين، عشان احنا مش حمل المواضيع دي واحنا صايمين. نخرج فاصل، وبعد الفاصل شيفات سفرة العظام سي بي سي سفرة، ونعرف هيعملوا لنا ايه في رمضان، فطار وسحور. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا ايديك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان.